الكيالي دابا صرخوا ليه راسو، هذا الكيالي مهندس، مهندس الكيالي. نعم. تقدر تهضر معاه انت الله كيغير القران حيت انت ما فهمتيش القران يا جبان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سمعت بان الكيالي ما قدرناش عليه لحقاش حنا ما فهمناش القران. قال لك يا جبان، نشوفوا شكون اللي جبان. هل هاد سيدو الكيالي عارف القران ولا لا؟ حنا جايين الفيديو كيفاش كيثني الفايد على الكيالي ثناء اكثر من ثناء الصحابه، يعني كيفاش كيمجدوا كيفاش كيطلعوا، ونشوفوا حقيقه هذا الكيالي هذا بالدليل بالنطق ديال واش هذا السيد انتم لكم الحكم، هل هذا السيد عارف القران ولا ما عارفوش. احنا غنشوفوا بالتسجيل ديالو ونشوفوا هذا البناي هذا الكيالي وهذا الذي يثني عليه. راه انت ما عندكش حتى لغويا ما قادرش تقدر الفرق ما بين الحاجه اللي بعد المرات بعد المرات فاش كيفلوت لا ما سمعوش الشيء انه ايات المتشابهه حقت نشوف انا وقلت لي عاد هو سوري وعنده عربيه ما يقدروش عليه في اللغه العربيه اولا، ما يقدروش عليه في تفسير المصطلحات، ما يقدروش الكيالي كيجيب لهم واقعي واحداث يقول لي اش قلتوا؟ واش انت السي الكيالي جايب واقعي واحداث كتعرضهم على جهلاء؟ الله يهديك السلكيه. سمعتو قال لك ما نقدروش عليه حتى لغويا وكبير علينا وواعر علينا والمتشابه في القران وحنا اللي ما فهمناش الله، وكيقول الله يهديك الكيالي كتشرح للناس، يعني حنا العقول ديالنا صغيره ما قدرناش تفهم، حنا اللي ما مخنا معنفش. داكشي نشوفوا شكون اللي معنفش ديالنا ولا ديالو. بسم الله. انا يا اخي مهندس ما بفهم في القران، لو ما موت غير خصان عمره لماذا هذه الضجة في القرآن؟ يا الله حاشا ما بعرف صيغ العبارة، يا أنا ما بفهم عليه. بلغة عربية مبينة قال تعالى في سورة الشعراء بلسان عربي مبين، مع ذلك نجد أي إنسان بالعالم بأي ثقافة كانت يمكنه أن يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب مع أحكام التجويد وكأنه أنزل إليه، وربما ذلك الشخص. الإخوة الكرام ركزوا لي على هذه الكلمة هذه، ولو اتبع الحق في سورة المؤمنين الحق، شوف كيفاش كينطقها هذا السهم الكيالي، ولو اتبع هو ردها الله، واش هذا حفظ القرآن ولا لا؟ ركزوا معايا على هذه الكلمة هذه، ولو اتبع الحق هو مازال كينطقها ولو اتبع الله. وحنا نزيدوا بزاف د الايات، نبداو بهذه هي الاولى ركزوا عليها. ولو اتبع الله اهواءهم لفسدت السماوات والارض، ولو اتبع الله اهواءهم لفسدت السماوات والارض. يلا هنا ركزوا لي على هذه الايه هذه، غادي يقرا ما اريد منهم رزق ماشي من الرزق، وغايقرا حتى لهنايا ان ربك هو العزيز، فعوض ما يقرا ان الله هو الرزاق وقراها ان ربك هو العزيز. هذا اللي عارف القران اللي كيتبجح فيه الفائده. يلا سمعوا. ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعمون ان ربك هو العزيز. ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعمون ان ربك هو العزيز. ما اريد منهم رزق وما اريد ان يطعمون ان ربك هو العزيز. هنا في سوره ال عمران ركزوا لي على هذه، الاسلامي ومن يبتغي غير الإسلام، هو غيقراها من الواو ما غاديش يقراها، من يبتغي غير الإسلام غيقراها الإسلام الإسلام. يلا ركزوا معايا. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن. وهنا الاخوه الكرام شوف كيعطيك الرقم ديال الايه باش يدوخك باش تقول هذا حافظ سوره محمد الايه رقم 2، ولكن تبعوا معايا ركزوا واش غيقرا هذا الشيء اللي بالاحمر هنايا، والذين امنوا وعملوا الصالحات، هو غيقرا والذين امنوا وغينقز مباشره بما انزل على محمد، غيقرا والذين امنوا بما انزل على محمد. ايوا نسيتي يا السلكيه اللي نسيتي هذه، امنوا وعملوا الصالحات، وكيعطيك الرقم الايه. يلا تبعوا معايا حتى هذه، فالايه رقم 2 من سوره محمد صلى الله عليه وسلم تقول الذين امنوا بما نزل على محمد، بس هذا الشرط وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم. فالايه رقم 2 من سوره محمد صلى الله عليه وسلم تقول الذين امنوا بما نزل على محمد، بس هذا الشرط وهو الحق من ربهم،
كفر عنهم سيئاتي. وهنا عود في هذه الآية، ركزوا معايا هنايا واش غادي يقرأ هذه، إلا من رحم ربك، غادي يقرأها هو، ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. غادي ينقص هذه، ما غاديش يقراها، إلا من رحم ربك. تبعوا معايا هذا السلكيالي، لقوله تعالى ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، لقوله تعالى ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، لقوله تعالى ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. شوفوا الإخوة الكرام، هاد المصيبة هذه اللي هنا، جوج الأخطاء هنايا، هاد السهم الكيالي، سورة لقمان غادي يقرأ هو، البحر يمده من ورائه، ما غاديش يقرأ من بعده، البحر يمده من ورائه، هكا يقرأها سبعة أبحر. الغلط الأخر في هذا الحمر هذا، ما نفذت كلمة الله ويقرأها الرحمن، هنا غادي يقرأها من ورائه، وهنا فعوت الله غادي يقرأها الرحمن. والله هذه مصيبة اللي قالنا الفايد ما تقدروش عليه، الكيالي ما نقدروش عليه، ما بالعربية خلاص يوقفنا، ما نقدروش عليه لا في العربية لا في القرآن. غيقرأ، سمعوا مزيان، البحر يمده، غادي يقرأها هذه من ورائه، وهذه غادي يقرأها الرحمن ماشي الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال تعالى البحر يمده من ورائه سبعة أبحر ما نفدت كلمات الرحمن، فقال تعالى البحر يمده من ورائه سبعة أبحر ما نفدت كلمات الرحمن، فقال تعالى البحر يمده من ورائه سبعة أبحر ما نفدت كلمات الرحمن. يا الإخوة ركزوا معايا، هذه سورة الأنعام، كيعطيك اسم السورة وكل شيء، غادي يقرأ هذه، انظروا إلى ثمره، خص تكون إذا أثمر، هو ما غيقراش هذه اللي بالحمر إذا أثمر، غيقرأ انظروا إلى ثمره، وغينقص لهنايا وينعه، انظروا إلى ثمره وينقص حتى لهنا وينعه، ما غاديش قرأ إذا أثمر، ما قرأهاش. يلا تبعوا معي هاد سيهم الكيالي، إلى أن يقول بصورة الأنعام انظروا إلى ثمره وينعه، إذن إلى أن يقول بصورة الأنعام انظروا إلى ثمره وينعه، إذن إلى أن يقول بصورة الأنعام انظروا إلى ثمره وينعه، إذن. وهنا عاود السلكيالي ولا السهم الكيالي غادي يقرأ لنا، ينزل الملائكة بالروح من أمره على، ما غاديش يقرأ من، غادي يقرأها ما يشاء، هالخطأ ماشي من يشاء، هذا السهم الكيالي مرة أخرى عاود، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء، هو غيقرأها ما يشاء، هاد النون ما شافوش. في سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء، في سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء، في سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء. هنا غادي يقرأ لنا الكيالي من سورة الأنبياء، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل، هذه هو غيقلبها، غيقول والويل لكم، ما غاديش يقول ولكم الويل، غادي يقرأها والويل لكم، وبغض النظر على بل نقذف على الباطل فيدمغه فإذا حيد هادشي كل ماشي ممكن تسامحوا في هادشي هذا، ولكن تقلب الكلمات، ترد والويل لكم تقلبهم، تبدأ بالويل عاد لكم ولكم الويل، هو غيقرأها والويل لكم. يلا تبعوا معايا في هذه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، والويل لكم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، والويل لكم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، والويل لكم. هنا عاود سورة آل عمران، غادي يقرأ لنا سيهم الكيالي اللي ما كيقدر عليه حتى واحد، غيبدأ من هنا، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ
هو غيقرأ بحال هكا فيها الخطأ الأول، وهذه غيقرأ فتكونوا، غادي يقرأ فيها فتكونوا ماشي فيه فيكونوا. تبعوا معايا، غادي يقرأها فيها فتكونوا. يلا هذا اللي ما قدرناش عليه في القرآن. عيسى عليه السلام يقول أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فتكون طيرا. عيسى عليه السلام يقول أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فتكون طيرا. عيسى عليه السلام يقول أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فتكون طيرا. وهنا ركزوا معايا على كلمة باب، غادي يقرأها هو قسم، ومقسوم كلمة مقسوم غيقرأها هو معلوم. لها سبعة أبواب، لكل باب هو غادي يقرأها لكل قسم. عاود منهم جزء مقسوم، هو غيقرأ جزء معلوم. قال تعالى لها سبعة أبواب، لكل قسم منهم جزء معلوم. قال تعالى لها سبعة أبواب، لكل قسم منهم جزء معلوم. قال تعالى لها سبعة أبواب، لكل قسم منهم جزء معلوم. وهنا الإخوة الكرام كارثة كارثة، ما عرف منين جابنا هاد القرايها. هذه هاد الآية غيقراها وإلا يفعل ما آمرنه، وإلا يفعل ما آمرنه، هي مكتوبة قدامكم، وإن لم يفعل ما آمره، هو غيقول وإلا، لما يقراهاش يفعل غادي يقراها ما، هنا غيقرأ آمرنه ماشي آمره، يعني مصيبة الأخطاء في جملة واحدة في سورة يوسف هذه. يلا تبعوا معايا. قال نسوة لماذا وإلا يفعل ما آمرنه، قال نسوة لماذا وإلا يفعل ما آمرنه، قال نسوة لماذا وإلا يفعل ما آمرنه. هنا غادي يقرأ لنا من سورة صاد، غادي يقرأ لنا هذا إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، هو غيقراها الصافنات، ما غاديش يقراها مرفوعة الصافنات، وغادي يقراها مجرورة الصافنات. ومشكلة أخرى هو غيقراها الصافنات، ال ما زال هذا السيد اللي هو حير، يعني حير علماء الدنيا كلها بأنه هو ما نقدروش عليه، ما كيعرفش الفرق ما بين الآل الشمسية والآل القمرية، كيقرأها ألصا ألصا الصافنات، ال كينطق هذه اللام هذه ألصا، والتاء هذه تاء مجرورة ماشي مرفوعة في الآية الكريمة الصافنات، هو يقرأها الصافنات، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الإخوة الكرام مازال أخطاء كثيرة ديالها السيد هذا في القرآن، غنكتفي بهذا القدر وغادي نزيد فيديو آخر إلا بغيتو إن شاء الله، مازال أخطاء كثيرة بزاف وتبعت له نشوف، لأن ماشي على شي حاجة، ماشي لأن هاد السيد هذا يقولنا ما نقدروش على هذا، يقول لك أستاذ واعر وعالم وما عرفت شنو وما عارفين طلعوا في السماء، يعني أخطاء واحد في التحضيري ولا في مستوى ابتدائي بلا ما نبالغوا، ما يغلطش في آل الشمسية وآل القمرية، وما يقلبش الكلمات، وما يعرفش الجار والمجرور والفعل والفاعل المفعول به، وما يعرفش لنا المصيبة مصيبة أبسط قواعد النحو. يلا إلا بغيتوا الفيديو كنتنا الرد من عندكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.